والآن وصلنا إلى التعرف على أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية. الأحوال الجوية لدى رغدة أبو ليلة، تفضلي رغدة. شكرا لكم إيمان منصور وريهام الدين. إلى أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 20-10، الإسكندرية 19-10، مطروح 19-9، بورسعيد 18-10، الإسماعيلية 20-10. ننتقل إلى السويس 20-11، العريش 18-9، طابة 20-11، شرم الشيخ 25-15، الغردقة 25-15. أما عن الأقصر ف 25-10، أسوان 24-12، الوادي الجديد 24-6، شلاتين 26-12، أخيرا حلايب 24-13. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.